أستاذ أحمد، يعني الأمة الإسلامية بالفعل عاشت حالة كبيرة من التضامن فيما يتعلق بزلزال تركيا وسوريا، ورأينا ملاحم بطولية وحدة إسلامية حقيقية على أرض الواقع من خلال هذه الأموال التي جمعت من كثير من شعوب العالم الإسلامي لصالح هؤلاء المنكوبين. ماذا تقول عن هذا التصرف الرائع من جانب المسلمين تجاه أشقائهم في تركيا وسوريا؟ هكذا الزعلاء، يعني كما يقال أن الله سبحانه وتعالى يخلق من رحم المحنة منحة، يخلق من رحم المحنة منحة. فالمحنة التي عشناها في الآونة السابقة، يعني في الأيام الماضية، محنة الزلزال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع من لقوا حتى هم تحت الأنقاض، وأن يتقبلهم في الشهداء. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات تحت الهدم فهو شهيد، يعني فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا في الشهداء. كانت بالفعل مأساة، وحزننا جميعا للمشاهد التي رأيناها، ولكن هكذا قدر الله سبحانه وتعالى. اللهم لا اعتراض، ولا نقول ما يسخط ربنا سبحانه وتعالى، بل نقول ما يرضيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن المحنة، المنحة التي خرجت من رحم هذه الأزمة وهذه المحنة، هو هذا التضامن الذي رأيناه من أقصى الشرق لأقصى الغرب. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنا أحدثك كذلك وزعلاء من على أرض جنوب أفريقيا، كنت بالأمس بفضل الله سبحانه وتعالى كذلك في المطار مع القنصل التركي، وهو يقوم بتسليم شحنة محولات كهربائية من أحد المؤسسات والمنظمات الخيرية هنا في جنوب أفريقيا، قاموا بتوصيلها إلى وشحنها إلى تركيا، وحضر القنصل بنفسه، القنصل التركي بنفسه، لتسليمها وشحنها على الطيران التركي لتصل إلى هؤلاء المنكوبين بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك مؤسسات عدة وعلى يد